شاركت مملكة البحرين في ختام منافسات بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024 في نسختها الثالثة في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. هذه المنافسات تقام بتنظيم من مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة وإشراف منظمة الإيكاهو المعنية بجمال الخيل العربية الأصيلة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا عبد الرحمن الحربي من حائل. بمشاركة مملكة البحرين انطلقت في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية منافسات بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024 في نسختها الثالثة بمشاركة محلية ودولية واسعة، حيث بلغ عدد الجياد المشاركة 223 جوادا من نخبة الخيل العربية الأصيلة تمثل 7 دول من مختلف دول العالم. طبعا هذه النسخة الثالثة، قبلها نسختين ماضيتين كانت محلية، اليوم لله الحمد رقيت لدولية. مستوى المشاركة مستوى كبير من 7 دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك حصان من الأوروغواي حضر لهذه البطولة، إضافة للمرابط السعودية اللي عندها خيول أيضا حاصلة على وصافة بطل العالم في باريس عام 2021. واشتملت البطولة على منافسات الخيل من فئة المهرات والأمهار لعمر السنة والمهرات لعمر السنتين والثلاث سنوات، إضافة إلى المنافسات في بطولة الأفراس والفحول. وشارك في البطولة 12 فئة من فئات الخيل العربية الأصيلة. وتضمنت البطولة إقامة عدة فعاليات مصاحبة اشتملت على المعرض المصاحب الذي قدم صورة كاملة عن التراث السعودي لمنطقة حائل، منها القهوة السعودية بالنكهة الحائلية وأكلات المطبخ الحائلي، إضافة إلى معرض لصور الخيل. تأتي هذه البطولة في نسختها الثالثة بعد اعتراف منظمة الإيكاهو بها كبطولة دولية معتمدة رسميا، وهما يعد ترجمة حقيقية للنجاحات التي حققتها البطولة في نسختيها الأولى والثانية. عبد الرحمن الحربي، تلفزيون البحرين، حائل.